أخطر أنواع الأعداء هم الأعداء اللي بيجيدوا المراوغة والتمويه. الأعداء دول بيحتاجوا مننا القوة والإصرار عشان نهزمهم ونقضي أكيد على شرهم، بس يحتاجوا مننا كمان الانتباه واليقظة، لأنهم ممكن يظهروا بشكل مختلف خالص عن حقيقتهم. الأمراض كده برضو، ومن الأمراض الخطيرة واللي بتجيد جدا أسلوب المراوغة والتمويه مرض الحصبة، واللي في بدايته بيظهر في صورة دور برد عادي جدا. تعرف إيه عن مرض الحصبة؟ هو مرض فيروسي بينتشر في الهواء عن طريق الرذاذ، وما بتظهرش أعراضه خلال فترة حضانة الفيروس اللي بتتراوح ما بين 10 ل 14 يوم. بعد كده بتظهر أعراض شبه الزكام زي الكحة الجافة وسيلان الأنف واحمرار العين المعروف بالعين الوردية. بتستمر الأعراض وبتزيد حدتها لمدة 3 ل 4 أيام، وبيظهر بعدها الطفح الجلدي مع ارتفاع كبير لحرارة الجسم ما بين 39.5 إلى 40.5 درجة مئوية. الطفح بيبدأ في منطقة خلف الودن، وبعدها الوجه والرقبة، بعدها الصدر والبطن خلال يومين، وبيستمر من 5 لـ 8 أيام، وبعدها الجلد بيقشر والطفح بينحسر ودرجات الحرارة بتنزل. لازم لو الأعراض دي ظهرت نكشف عند الدكتور ونتابع معاه المضاعفات اللي ممكن تحصل زي التهابات الرئة أو التهاب الأذن الوسطى أو التهاب الحنجرة. المضاعفات دي ناتجة عن عدوى بكتيرية بجانب الفيروس، ولازم ساعتها نستخدم المضادات الحيوية تحت إشراف الطبيب. لازم تعرف إن الطفل بيبقى طبيعي وغير معدي بعد مرور 14 يوم من ظهور الطفح الجلدي، وكمان لازم تعرف إن الحصبة لو جت للطفل مرة مش هتجيله تاني لأنها بتحصل مرة واحدة بس. لازم ناخد بالنا من شوية حاجات خلال التعامل مع الطفل أو الشخص المصاب، زي عزله في أوضة نظيفة وجيدة التهوية، الالتزام بالعناية بالعين والأنف، وطبعاً الاهتمام بتناول السوائل وخفضات الحرارة. ولازم نعرف كمان إن انتشار الحصبة ليه مواسم، وده في الفترة ما بين شهور ديسمبر إلى مارس. وأخيراً لازم نفهم إن التطعيم ضد الحصبة إجباري وبيتاخد على جرعتين، الأولى في عمر سنة والتانية في عمر سنة ونص. عشان كده مرض الحصبة قل خلال السنين الأخيرة بسبب انتشار التطعيمات والتزام الآباء والأمهات بجرعتها في المواعيد المحددة.